بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة غرباء الشام للإعلام تقدم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لك الحمد ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والولد والمعافاة. نصرتنا من قلة ورفعتنا من ذلة، كسيتنا من عري وهديتنا من عمي، علمتنا من جهالة، خلصتنا من ضلالة، أكرمتنا بالإيمان، أنقذتنا من الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد ربنا على أن وفقتنا للحمد. استر اللهم عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات، وأشهد أن القائد والقدوة محمدًا رسول الله، طلع في أفق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلماتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد،
وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. يا عباد الله، تتوالى الضربات على هذه الأمة بشكل متسارع متلاحق متناغم، واجتمع عليها من بأقطارها من كفرة وملاحدة وزنادقة وفجار وظلمة وطغاة، والأمة رغم كل معاول الهدم التي تعمل في صرحها ما زالت شامخة، ما زالت باقية، ما زالت حية، ما زالت تعالج نزف جراحها، وكلها صارت جراح، ولكنها تقف وقفة الإباء وتأبى الانحناء، وتعطي لأعدائها دروساً في الفداء والاستعلاء. أمة تتعاظم الضربات الموجهة إليها لأنها وبل منازع المرشح الوحيد لقيادة الإنسانية وإخراجها مما هي فيه من ظلم وظلمات واستبداد واستعباد وجاهلية وطغيان ورق وعبودية وحروب ومنازعات ومخاصمات وعجماوية وبهيمية واستفال نحو الدون ودرك الشهوات. هذه الأمة هي المرشح الوحيد، شاء من شاء وأبى من أبى، سواء أقرت هي أو لم تقر، وسواء درى أبناؤها أم لم يدروا بعد، هذه الأمة هي المرشح الوحيد بلا منازع وبلا مشارك وبلا مساو وبلا نظير، ستقود الإنسانية من جديد وتعيدها إلى بر الأمان وشاطئ السلامة، وستأخذ بيد الحيارى والتائهين والضالين من الأفراد والجماعات والدول والكيانات، تأخذ بيد الجميع لتوقفهم على قمم السعادة وعلى أوج الكرامة الإنسانية، لكي يتروحوا في ظلها من جديد الروح والريحان، لكي يذوقوا من جديد معاني العدل، معاني المساواه، معاني الكرامة. هذا وعد الله آت، والأمة تهيأ لهذا الوعد، وهذه بشارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والأمة تميز صفوفها بالمحن والابتلاءات والضربات الموجعة لكي تكون محلاً لهذه البشارة. إن الأمة في هذه المرحلة يا سادتي تدفع الضريبة غالية. ضريبة ماذا؟ تدفع ضريبة العودة إلى القيادة، تدفع ضريبة الأستاذية للإنسانية من جديد، تدفع ضريبة أن تأخذ مسارها الصحيح لكي تقود قطار بني الإنسان من ورائها على الجادة المستقيمة وعلى الصراط المستقيم. هذه الأمة تدفع ضريبة من دمائها وأشلائها وخيراتها وأبنائها وأرضها وعرضها، تدفع الضريبة غالية لكي تتعلم أيها الأحبة، تتعلم معنى التضحية
ولكي تتقدم نحوها بلا تردد ولا تحيب ولا وجل. إن المولى عز وجل يعطينا إشارة نحن بني الإسلام، يقول لنا إنها ميتة واحدة، فلو قمتم من أجلها في سبيلي ومن أجل مرضاتي ومن أجل أن تحققوا مرادي في أرضي لأصنعن لكم من هذه الميتة التي تقصدونها وتطلبونها وتنشدونها، لأصنعن لكم من هذه الميتة خير حياة، حياة عز وكرامة واستعلاء وقيادة. فإن أبيتم إلا التراخي والخنوع والهجوع والخضوع، وأبيتم إلا أن تبقوا على هامش الركب أو في مؤخرته، فلتموتن في اليوم 100 ميتة، ولتموتن في اليوم 1000 ميتة بصور عدة وأنماط شتى، حتى تعرفوا قدركم وتعرفوا قيمتكم وتعرفوا رسالتكم وتهبوا من جديد عبادا لي، فرسان نهار ورهبان ليل، تأخذون دوركم القيادي والريادي في إنقاذ بني الإنسان. هذه الحقيقة البدهية أيها السادة علمها أعداؤنا وجهلناها نحن. هذه الهبة الغربية الشرقية على هذه الأمة يضعونها مرة رقم 1 في مؤشرات الخطر القادم على حضاراتهم، وما أسسوا وبنوا وما بنوا إلا الريبة والطغيان والعفن والشهوات والاستبداد والاستعباد. مرة يضع هذه الأمة رقم 1 على مؤشرات الخطر القادم الزاحف لغزو بلادهم والإجهاز على حضاراتهم، وأخرى يضعون هذه الأمة أنها منبع الإرهاب وأنها مصدر التطرف وأنها بالأجيال الجديدة، أجيال الصحوة أمثالكم، الأيدي المتوضئة والجباه الساجدة والشباب المؤمن النقي التقي النظيف الذي لم يتلوث بسعار شهواتهم ولم يدخل إلى مستنقعات حضاراتهم، يعتبرون هذا الجيل جيل تطرف وإرهاب وتعصب وتشدد. وليت الأمر يكتفي أن الأعداء يصرحون بهذا وحسب، بل نسمع وزيرا عربيا مسلما يصرح صباح هذا اليوم بأن حجاب المرأة تخلف وعودة بالمجتمعات إلى الوراء، ونسمع آخر منذ فترة يهاجم الإسلام في صميمه في مؤتمر إسلامي ولا يفرق بين مجموعات تطرفت وشذت عن الأمة وقامت بأعمال عنف مدفوعة بما يقع على أمتها من جرائم نكراء أخذتها ردود فعل غير منضبطة فشذت وجنحت، لم يفرق بين هذه المجموعات وبين الأمة ككل أو بين الشريحة العظمى من الشباب المتزم الملتزم الهادئ الوادع الذي يريد الله ربا ومحمدا رسولا والقرآن دستورا. يهاجم الإسلام ينعته بأنه وكر الظلام أو بأنه وكر العتمة. يا عباد الله، أعداؤنا يعلمون أن هذه الأمة بدأت تأخذ طور النهوض وبدأت تصعد على درج القيادة واستعاد خيريتها من جديد، فبدأت الحملة. مر أنها خطر يهدد حضاراتهم، ومر أنها منبع إرهاب، ومر أنها محور شر، وما من أمر يجري في الدنيا إلا ويوجه إلى الإسلام وأهله، إلا يوجه إلى بلادنا. ألم تروا أيها الأحبة، نقف مع بعضنا في الواقع المعاصر الذي نعيش، أما رأيتم أن أمريكا وحلفاءها من العرب دول الخليج وغيرهم وباكستان كيف لعبوا الدور الكبير في توظيف الإسلام واستخدام ورقته في أفغانستان
ضد الاتحاد السوفيتي في احتلاله لأفغانستان، وضد هذا المد للاتحاد السوفيتي لم يجدوا إلا الإسلام. أشعلوا ناره وحركوا أواره ونفخوا بنار الجهاد، وصرخ النفير يا خيل الله اركبي، وبدأت بعض دول الخليج تجند الشباب المسلم من أقطار الأرض وتقطع لهم التذاكر المجانية تحت إشراف CIA وغيرها، ويتدفقون إلى أفغانستان أفواج تتقدم للموت لحرب الإلحاد والشيوعية الحمراء. شبابنا مدفوعون لنصرة الدين في كل مكان، ولكن لا يعرفون من يحرك ومن المستفيد وكيف سيلعب بالأوراق. وذهب الشباب وعشر سنين من الجهاد المتواصل. إعلام أمريكا يسميهم المجاهدون، إعلامنا العربي يسميهم المجاهدون، والمجاهدون كسروا الاتحاد السوفيتي وأرموا أنفه بعد أن قدموا مئات الآلاف من الشهداء الذين هبوا ولبوا من كل مكان. ولكن بعد أن انتهى الدور أيها السادة، ما أسهل ما يتحول المجاهدون في الإعلام الغربي الأمريكي والعربي إلى متطرفون وإرهابيون يلاحقون في كل مكان. وكانت إرادة أمريكا كذلك، كانت إرادة أمريكا. لماذا؟ لأنها حينما أنهكت الاتحاد السوفيتي وقضت عليه بالدماء المسلمة قالت: هؤلاء شباب تحولوا أو تعودوا حمل السلاح وتعودوا حمل البندقية وخوض غمار الموت، وأعادوا فريضة كانت غائبة هي الجهاد، فريضة ترعب وتخيف أعداء الله، بل تهز منهم المفاصل والركب. فلما رأت أن هذا جيل تعود حمل البندقية واعتاد رفع الهامة واعتاد أزيز الرصاص ودوي المدافع، قالوا: إن تركوا يعودون وينتشرون ربما يحركوا في بلادهم أجيالا وأجيالا وتوجه الطاقة إلينا بعد الاتحاد السوفيتي. ففسخوا العقد ما بين الإسلاميين وما بينهم في أفغانستان، وقلبوا ظهر المجن، وما بين عشية وضحاها نفذت سلسلة عمليات من تفجير السفارات في كينيا وتنزانيا ودار السلام إلى المدمرة كول في اليمن، وانتهت بأحداث 11 من سبتمبر في قلب أمريكا. ويم الله، وأقسم بالله، والله على ما أقول شهيد، وعندي الحقائق والوثائق بأن العمليات كلها مفبركة بأيدي CIA، وكان لها تخطيط بعيد المدى. فلما نفذت هذه العمليات البسيطة وأصابت بعض مصالح، أخذت أمريكا الذريعة لكي تنقلب على حلفائها، فدمرت أفغانستان وضربت الجهاد وقتلت الشباب وأزالت أمار الطالبان الإسلامية التي خرجت، طالبان خرجت من أقانيم ثلاث: تخطيط أمريكي، تمويل خليجي، إشراف وتدريب باكستاني، حلف ثلاثي جهنمي لعب بالإسلام وأبنائه حتى إذا انتهى منهم أنهاهم كورقة وقضى عليهم. وجاء المبرر الدولي، صاروا إرهاب وتطرف يجب أن يعدموا ويلاحقوا. أرأيتم حينما ربطوا مباشرة العراق بهذا الإرهاب وجاءوا يحتلون العراق يدمرونه تحت نبوءة دينية ورؤية توراتية إنجيلية يمينية متطرفة، والعراق قوة إسلامية عربية ضاربة بدأت تهدد أمن إسرائيل وبدأت تملك من العتاد الكثير، وأسس العراق جيش القدس لتحرير فلسطين، وأسس جيش الماجدات الاستشهاديات، وصار يقدم لكل عائلة استشهادية في فلسطين 25,000 دولار لكل من يستشهد في عملية جهادية في فلسطين، يقدمه العراق لهذه العائلة المسلمة هناك. صار العراق خطرا، ربطوه بابن لادن وربطوه بالإرهاب وربطوه بأفغانستان وربطوه بأسلحة دمار أثبتت الحقائق أنها غير موجودة، وأجهزوا على العراق حتى يخرج علينا البارحة
العقل المدبر لاحتلال العراق، العميل العراقي رقم واحد الذي أعطاهم فتوى المرور والعبور، وجاء يمتطي دباباتهم إلى أرضه، إلى أهله، إلى إخوانه، ودمر العراق. يصرح لنا ليلة الفائتة بأنه ما كان يتوقع بأن العراق سيصل إلى هذه المأساة وإلى هذا المنحدر، ويقول ليتنا لم نقاتل النظام كل هذه السنين. العميل رقم واحد يتأسف. هل عاد له ضميره؟ لا، ولكن ركل بالأقدام بعد أن أدى دوره القذر، ورموه على الهامش وصار في الظل، وبدأ الآن يندب، وبدأ الآن يعترف بجريمته النكراء. وما أكثر العلماء العملاء الذين يتآمرون على أوطانهم الآن. أيها السادة، سمعتم أخبار اليوم؟ سمعتم كيف يربط بين سوريا وحزب الله والصومال؟ سمعتم أن سوريا ترسل صفقات السلاح إلى المحاكم الإسلامية في الصومال، وإن حزب الله يدرب الميليشيات الإسلامية المسلحة للمحاكم، وأن عددا من أفرادها قاتلوا بجانب حزب الله اليهود؟ الدولة الوديعة الهادئة الآمنة يؤتى بالمتطرفين الإسلاميين من الصومال لكي يقاتلوا؟ أرأيتم هذه الفبركة الجديدة؟ إنه المؤشر الذي كنت أحذر منه. إن العد بدأ بالتنازل لاجتياح هذه الأرض والاحتلال هذا الوطن وللدخول عسكريا. أيها السادة، هذا التمهيد القذر الذي يعدونه الآن والله سيناريو مكرر لما جرى في أفغانستان والعراق. إن هناك أمر خطير مخيف يتهدد وجودنا ووطننا وأمننا وبلادنا. أيها السادة، أسنستفيق أم لا؟ أما زال بعضكم يريد أن أطرح لهم على المنبر الحكاية والقصص والمنامات؟ تريدون أن أحدثكم ما تحت الأرض وما فوق السماء، غيبيات وكرامات وقصص أولياء؟ تريدون أن أخدركم بالحكاية والتاريخ المنقطع؟ ماذا يريد البعض؟ لماذا تصم الآذان عن سماع الحقيقة؟ لماذا تهربون من الذي قد صار لكم نذيرا عريانا يريد حفظ أعراضكم ودمائكم وبلادكم وأبنائكم؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا كلما قام فيكم شريف قتلتموه؟ لماذا كلما قام فيكم حر خذلتموه؟ لماذا كلما نهض أبي حاصرتموه خنقتموه؟ لماذا؟ لماذا ما عادت تتعود الأمة على صوت حر، وما عادت تصدق أن هناك أحرار شعارهم فلأمت أنا ولتحيا أمتي فإن لي فيها حياة باقية؟ لماذا كلما قام صلاح الدين قتلناه بالإشاعات والدعايات والافتراء والكذب؟ لماذا؟ لماذا تريدون أن تستباحوا كما جرى بإخوانكم؟ تريدون أن تتعاموا وتتصامموا، وتريدون المواد المخدرة تزيدكم غفلة وسذاجة وبلاهة، حتى إذا جاءت ساعة الصفر التفتتم يمينا وشمالا فلم تجدون حاميا ولا راعيا ولا نصيرا ولا مدافعا. لماذا؟ لماذا نحن نهيئ أمة، نحن نعبئ أمة، نحن نعد أجيال لخطر قادم يتهددنا؟ ما عاد الأمر سرا يا سادتي، يا إخوتي، يا آبائي، يا أبنائي. الأمر بات جد وشيك، وهو على الأبواب، وهو على الأبواب. وإعلامنا مشغول ما بين فضائيات الغناء وفضائحيات الإباحية والنجون، وما بين إسلام مدجن مهجن لطيف يعطيك الجنة بالمجان ويصرفك عن كل الواقع المر وعن كل المؤامرة التي تحيط بك. ما زالت منابرنا تتحدث بالهامشيات وتترك القضايا المصيرية، وما زال كثير من علمائنا ودعاتنا ليس فقط أنهم لا يريدون الكلام، بل كلما أراد أن يتكلم أحد هم الذين بدأوا بتكميم فمه
وبإسقاط مصداقيته بين الجماهير. يا عباد الله، هذا طريق الحق في تعبئة أمتي وتهيئتها، سرت به سنين وسأمضي ما تبقى من العمر وما تبقى قليل. نحن نقبل المسار والمشوار على مسير المصير لرد هجمة أعداء الأمة على الأمة والنهوض بها وتوحيدها. لن يصدنا عن هذا صاد، ولن يردنا عن هذا راد، ولن يؤثر في عزمنا خذلان الخاذلين ولا مخالفة المخالفين. ولو وقف الناس جميعا على طرفيها يخذلون ويشيعون ويكذبون، فنحن ماضون والله من وراء الجميع محيط. دفعنا ضريبة كبيرة ومستعدون لندفع ضريبة أكبر فيما هو آت. سنبقى ننتقل ونرتحل من بقعة إلى أخرى ومن أرض إلى أخرى، ننهض بالأمة وليس عندنا غير هذا. فإما أن تحيا الأمة من جديد ونأخذ بيدها حتى ترفع رايتها وترد أعداءها، أو نهلك دون ذلك ونحن سعداء مطمئنون. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعي النفس وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان. فإنه جل في عليائه يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم على سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وذلنا ظاهر لك بين يديك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وجودك يا رب السماوات والأراضين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا، ولكن عافيتك أوسع لنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ظهير اللاجئين، يا جار المستجيرين، يا صريخ المكروبين، يا معين العاجزين، يا دليل الحائرين، يا أمل المذنبين، يا غاية الراجين، يا حبيب الصادقين، يا محبوب المخلصين. كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ كيف نذل وأنت النصير؟ كيف نذل وأنت النصير؟ اللهم احفظ بلادنا،
اللهم رد غائلة الغدر والمكر والكفر عن بلادنا، اللهم أصلح حاكمها ومحكومها، اللهم أصلح علماءها وولاة أمرها، اللهم أصلح رجالها ونساءها، اللهم هيئهم حتى يكونوا أهلا لنصرتك ومحلا لغيرتك. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكنا ومليك كل شيء، ما عدنا نملك حولا ولا طولا، والحول والطول كله عندك وبين يديك. اللهم فعليك بأعدائنا، اللهم عليك بأعدائنا، اللهم عليك بأذنابهم، اللهم عليك بعملائهم، اللهم عليك بكلابهم، اللهم ردهم عنا خائبين وخزايا ونادمين. اللهم لا ترفع لهم رايح، لا تحقق لهم غايح، اجعلهم لمن خلفهم آية. احفظ أعراضنا، احفظ دماءنا، احفظ أبناءنا، احفظ ذرات تراب أوطاننا. حرر لنا القدس يا الله، حرر لنا القدس يا الله، حرر لنا القدس يا الله، وارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات. أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين يا رب السماوات والأراضين. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عباد الله، إن أعظم مصيبة ابتليت بها هذه الأمة جهل نبيها وعدم الارتباط برسولها، وهذا الانقطاع الروحي والقلبي والوجداني بقائدها ومعلمها بأبي هو عليه الصلاة والسلام، وانطفاء جمرة الحب في القلوب لحبيبنا وحبيب الله عليه الصلاة والسلام. وإن كان من أزمة مزقتنا أو فرقتنا أو أذلتنا، فهي أننا أضعنا رسول الله، والله يقول: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فأين رسول الله فينا وأين حبه فينا؟ حول هذه المعاني سيلقى غدا بعد صلاة العشاء في القاعة، وليس في الحرم، في القاعة سيلقى محاضرة بعنوان: كيف لا نحبك يا رسول الله، كيف لا نحبك يا رسول الله، لكي نعود من جديد إلى هذه الحميمية والارتباط بنبينا عليه الصلاة والسلام. إذن غدا بعد صلاة العشاء مباشرة في قاعة جامع الإيمان محاضرة بعنوان: كيف لا نحبك يا رسول الله. أما اليوم فالساعة 7 مساء في صالة الأسد هناك مسابقة لتكريم الحفاظ لكتاب الله سبحانه وتعالى برعاية وزير الأوقاف، الدعوة عامة لمن أراد أن يحضر، وأتمنى أن تحضروا لكي تطمئنوا أن أجيال القرآن موجودة وباقية، وحفظة الكتاب وحملة الكتاب باقون رغم أنف أمريكا والكافرين. فإذا من أحب اليوم الحضور الساعة 7 في صالة الأسد مساء الدعوة عامة، أما غدا بعد العشاء فالمحاضرة هنا: كيف لا نحبك يا رسول الله. أقم الصلاة.